هذا وعكس ميثاق العمل الوطني مسيرة التطوير لكافة مؤسسات مملكة البحرين، وكانت المكتسبات الإعلامية والصحفية واحدة منها، حيث إن المادة الرابعة من ميثاق العمل الوطني كفلت للمواطن حرية الرأي، حتى أضحت الصحافة البحرينية تمارس دورها كمرآة حقيقية في ضوء ما تحقق لها من مكتسبات وحرية مكفولة نص عليها الميثاق والدستور. وبهذه المناسبة يسرنا أن تكون معنا عبر الهاتف السيدة عهدية أحمد، رئيسة جمعية الصحفيين البحرينية. مساء الخير سيدة عهدية. وميثاق العمل الوطني شكل الدعامة الأساسية لحرية الرأي والتعبير في البحرين، حيث تعتبر حرية الصحافة أهم تجسيداتها في ظل مناخ الحرية والشفافية التي أرساها المشروع الإصلاحي الشامل والكبير لسيدي جلالة الملك المفدى أيده الله ورعاه. ما هو الدور الذي لعبه ميثاق العمل الوطني في تكريس وتعزيز الحريات الفردية والعامة، ومن أهمها طبعا حرية الرأي والتعبير؟ شكرا أستاذ، وكل عام جلالة الملك الله يحفظه بخير، كل عام والوطن بخير والمواطن بخير. طبعا ميثاق العمل الوطني كفل حرية التعبير للصحافة للصحفيين وللإعلاميين. منذ ميثاق العمل الوطني شفنا أن هناك تغييرات كثيرة حصلت في حقل الصحافة والإعلام. إذا نظرنا حوالينا نشوف أن البحرين اليوم فيها 6 صحف يومية، غير هذه الصحف اليومية زادت عدد المطبوعات اللي باللغة العربية والإنجليزية أيضا. طبعا إن كان هذا مؤشر على شيء، فهو مؤشر إن على أن 20 سنة اللي راحت منذ ميثاق العمل الوطني حرية الصحافة وصلت إلى مرحلة أن الصحفي والمواطن وخريج الجامعة يحب يعمل في هذا الحقل، لأنه يساهم من خلال عمل الصحفي في بناء وطنه. إحنا اليوم قاعدين نشهد أن الصحف اللي باللغة الإنجليزية، المجلات اللي باللغة الإنجليزية، نذكر نقطة مهمة جدا، أن من يعملون في هاي الصحف والمجلات من الأجانب اختاروا البحرين لممارسة الصحافة فيها، لأنهم يؤمنون أنه هم محميين، أن حقوقهم محافظ عليها، أن هناك سقف ممتاز لحرية التعبير، وهاي دليل على أن إحنا ماشيين في المسيرة الصح. اللي أنا حابة أضيفه الليلة بهذه المناسبة، أن إحنا البارحة كان عندنا تجمع في مقر جمعية الصحفيين البحرينيين، وجميع الزملاء الإعلاميين الصحفيين كتاب الأعمدة والرأي وقعوا كتاب، إن شاء الله نتمنى أن إحنا نهدي لجلالة الملك الكتاب بكل بساطة، في رسائل من القلب إلى جلالة الملك نشكره على أن ثقته في الجسم الصحفي والجسم الإعلامي، ثقة هذه لها قيمة عالية جدا عندنا. ولكن أيضا نرجع ونقول أن إحنا كصحفيين كإعلاميين مسؤولين عن حماية وطننا، ولهذا السبب نقول دائما أن حرية الكلمة لازم تكون بعد كلمة مسؤولة جدا، لأن حماية الوطن هذه أهمية وأولوية لكل صحفي وإعلامي. فأتمنى أن في هذا اليوم نتذكر أن ميثاق العمل الوطني فتح لنا أبواب كبيرة، أبواب واسعة جدا لكل إعلامي وصحفي أن يمارس مهنته في مراقبة عمل السلطات التنفيذية. لا ننسى أن الصحفي أيضا يراقب عمل السلطة التشريعية، فهذا إن دل على شيء دل على أن جلالة الملك في قيادتنا الرشيدة تثق أن الصحافة والإعلام كسلطة رابعة عمود من أعمدة الأساسية لبناء أي دولة. فشكرا لقيادتنا، شكرا لجلالة الملك، إن شاء الله إحنا كصحفيين وكإعلاميين نكون دائما الخط اللي دافع عن الوطن وعن القيادة. نعم بكل تأكيد. السيدة عهدية أحمد، رئيسة جمعية الصحفيين البحرينية، شكرا جزيلا لك.